لما دخلنا محطة برلين وخاصة اللي كان اشترك أو أشرف على تنفيذها مهندس مصري هاني عازر. هاني عازر. نعم. رحنا نتفرج إيه محطة برلين اللي طالعين بيها السما دي؟ لأن محطة برلين دي عبارة عن مول. مول كبير أو أوتيل مع مول كبير داخل فيه القطر، داخل فيه ست وسائل مواصلات. نعم. مثلاً. نعم. تبقى أنت ماشي على الرصيف كده، على يمينك القطر وعلى شمالك المحلات. نعم. المحلات عبارة عن الشباك قطع التذاكر ده، غير بقى اللي بتقطع بقى أونلاين وبتقطع من بره والكلام ده، شباك قطع التذاكر صغير كده أو إدارة المحطة في فراغ قد المحل، والباقي كله محلات ومطاعم وحاجة جميلة جدا. طب الناس بتعمل الكلام ده ليه؟ اولا لخدمه الراكب والمسافر، الحاجه الثانيه لخدمه المرفأ نفسه. نعم. المرفأ نفسه استاذ احمد استثمار. استثمار. المرفأ نفسه لو اعتمد على 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 ثمن التذكره فقط ممكن في اول 5 6 10 سنين ما يكسبش. يا دوب يجيب تكاليفه بالعافيه. نعم. احنا عاملين دراسه مع الدوتشابان، مع شركه المانيا اللي هي هتشغل وتدير، ان هي اول 5 سنين، اول 3 سنين مش هتحقق مصاريف التشغيل. هنا هنا في القطر. ثاني سنتين هتحقق. آه. تبدأ تكسب من السنة الخامسة لحد السنة العشرين، 15 سنة تكسبهم تجيب التكلفة الأصل. أي. طب أنا كمصر هقعد استنى كل ده؟ هقعد استنى 5 سنين؟ مش عايز استنى 5 سنين. نعم. فعايز أحقق مكاسب من أول يوم يا ريت. نعم. ولكن أقول من أول يوم، أول سنة مش عايز أخسر. نعم. من تاني سنة أبدأ أكسب. نعم. طب أكسب إزاي وأنا هعتمد على التذكرة بس؟ مش هينفع. يبقى لازم أعتمد على تذكرة الراكب، اعتمد على نقل البضاعه، وده هيجيب دخل كويس جدا، وبضاعه بقى نقل سريع وربط المواني مع بعضها. نعم. مع مواني جافه، مع مناطق لوجستيه، مع الكلام ده، الى جانب الاستثمار. الاستثمار لما شفنا محطه برلين ومحطه لندن ومحطه باريس وكل المحطات دي، لقينا هم عامل المحطه زي ما قلت لحضرتك عباره عن مول وجواه قطر. نعم. طب ليه بقى ما نعملش هنا؟ انا جنب الوقت هنا منطقه السخنه. نعم. مدخل طريق الجلاله. نعم. منطقه صناعيه كبيره حياتك شايفها. نعم. فيها ناس هتقيم، فيها. نعم. ناس محتاجه مصانع، منطقه كلها صناعيه تشتري تعمل. الى جانب هنا على بعد 2 كيلو بدايه طريق السخنه بالقرى السياحيه كلها. ليه ما عملوش وسيله جذب؟ نعم. هنا مول كبير فيه براندات عالميه موجوده، اوتيل صغير لكل الناس اللي عايزه تبيت ليله هنا في المحطه دي. في المحطه دي. المحطه دي عباره عن زولتك محطه داخل مول واوتيل كبير كويس، تجيب دخل يساعد مع ثمن التذكره عشان ما نتحملش مصاريف كتير ولا تكلفه كتير.